مساء الخير. أنيس ومبل أصحاب كتير بالأكاديمية، لكن هالأسبوع مصيري إلن، وأنتوا وحدكن مشاهدينا بتقرروا مين بيناتهم رح يغادر ومين رح يبقى. أما بقية أخبار الطلاب فمنستعرضها بحلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. البداية مع صف الرقص مع هادي عوادة. كيف صرت؟ منيح. وانت كيف؟ بعدي ساخن بس ما بدي زعلك اليوم. Choreography 5, 6, 7, we go. Go 1. اجريك في قدامي. هون ايدي قدامي. 2. 3. Again, 5, 6, 7, go. And 1, and 2, and 3. 5, 6, 7. ركزوا. انتو برايم. قد ايه؟ 10. 10. وفاشلين بالراس. ركزوا. فاشلين. صعب كثير يا هادي. صعب كثير. Again, ما بدي اسمع صوتكم. ما انا شيء مثل هيدي، صح صفر. 6, 7, we go. 1, 2, 3. يمين، شمال، بوم بوم. جامب. يعني بشكر ربي ان الله بعت لي بنت عندي هالصف. لك الحكي، لك الحكي ليك. بشكر ربي. شو رايك نطلع كلنا سوا تبقى ما بال عندك؟ 5, 6, 7, we go. Pa, pa, pa. Pa, pa, pu, pu, pa, pa. ما فيكم تتخيلوا فرحة طلاب الأكاديمية لما يعرفوا إنه بانتظارهم هدايا من الفانز. انتوا بتترعموا معانا شو هالشباب؟ وعد ليش هالقوة؟ أكيد إيهاب جايب ما تغيرش ما تغيرش. شرب تمر تبع الموسم اللي فات. نسيم برافو تونس كل فخوره بيك وكما وصيتك قبل حكيت انا وياها. ميرسي. ماما واخواتي وخطيبتي. الله بابا الله يرحمه. شبهك شبهك مني كبير. ده ادم. واو يا جماعه. بس بيسو بالاذن حبيبي شوي بليز. بيسو. ايه. جوز؟ لا. أنا بتشوف هيدا، أنا بتشوف أطلع شوفه. لكن بالآخر هراكم واحد واحد. شفت هيدا؟ شفت هالبافل الصغير؟ البافل هيدا شفت واحد لك شو حلو الجيتار. بدل عندك؟ ما بيأثر. لا جارك جارك بكون ما بدي كثير كثر.
بس يلي بدي اقوله انه مبسوطين كثير فيك وكوراج ما بين والكل برايم عم بحضره كثير مبسوط ما بال و يديك صوريك مكان شو وين مكان واهم شيء على سيارتي ونامي بكير يا الله او ماي جاد يا الله من ماما مرسي ماما ماما واو اوكي شد شد مين ايه من ايه من ماما لا والله مرسي حلوه كثير واو ثانك يو حلوه كثير لا ثانك يو حلومه واو حلو حلو مين منال ونورة واو جابوا لي حاجات حلوه قوي بجد مش تيعه تبع هيدويه ما حرام يبعثوا لي هيك شيء لا انا 40 حبايبي عنوش ما بعرف انا تعبني عنوش بس بلادك حلوه ولا واو واو بس مسلسل عائلي سعيد كثير جوي واو برافو عندك صورة معايا صورة معايا خلص 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 على راسك على راسك ان شاء الله حبينا حبك حنا نحترم كل جنب شو في ابو رفايل سلام سويلا جيني ثانك يو ليك شو كده يا باكس هذه بعدك يلا ثانك يو سو ماتش جايز حرمكم من شيء بابا ماما تحب تفسح امسك نفسك وبعت لك يا جمالو أول بريك بحلقة الليلة وبنرجع نحن وياكم مشاهدينا خليكم معنا نرجع لمتابعة حلقة الليلة من يوميات الطلاب. مروان اتصل بوالدته والاتصال ما كان أبدا عادي، كان في تحذير وتوصيات ضروري يقوم فيها مروان. مصور يا ماما. كيف صرت يا قلبي؟ كيفي حبيبي؟ منيح؟ منيح ماما. سمعني؟ ايه سامعك شو بكي؟ ضروري تسمعني على الآخر ماما، إذا حابب تضل ما تحكي شيء اسمعني إلي أنا. أوكي. إذا حابب تضل بالأكاديمي وتاخذ الكاس. اولا احترام الاساتذه ما تنزح بالصفوف اذا بتريد عود وحضار كل الصفوف ما تنصح حدا ولا تدافع عن حدا ما حدا بيدافع عنك يا عمري ما بدي سمي كل الصفوف ماما لانه الوضع دقيق جدا نحن اليوم سمعنا وشفنا بليز اوكي يا عمري اوكي حد تاني برا ما يهمش حدا بلا عم فرجينا هاي بالتويتس تبع تويتس بعتين لياهم بألبوم حاطين لا ما بقى توسع شو خلي ساعتك بحالك كبيرة وما بقى تسمع من حدا ولا حدا وانت بتعرفي مين وهيك خيي انا ما بعرف انا الانسان الشخص اللي بحبه خيي بهتم فيه قد ما يعني قد ما انا بعرف ما في اليوم هو عم يعمل شيء قدامي غلط انا اسكت عنه ما بعرف ما بقدر يا خيي ما في والله العظيم ما في
انا على طول عم بسمع حكي على هيدا الشيء، على طول عم يجيني حكي من اهلي على هيدا الشيء. مش انا عم علم هالشخص او عم زيد عليه او عم مثلا عم بتفلسف عليه. اسمع بتقطع قطة الدم كانت قاعدة موقفة حلوة. مش مشكلة، وين مشكلة؟ وما مشكلة؟ مروان قلت حالي فايتة هيك. أنا من هبلي، من هبلي، أنا من افتهاب بتجي حمرنة، من حمرنتي، من هبلي أنا. ما في أختي، ما في كلنا نتحمر. ما هو مش الكل، مش مع الكل يعني. في مثلا أنا لما بتقولي حاجة أقسم بالله ما في حياتي بتوقع إن أنت بتتفلسف يعني. ولو بعد مش هي بتتوقع، العالم كله برا لأنه يمكن ما عملت منيح بالبرايم جمعة الماضي واللي قبله واللي قبله. من ورا انه قالوا من ورا انا كنت قاعد معه عم قلها انه ما تغني انت صوت صدر، غني صوت راس لانه اريح ليك وعم تختنقي. غنت صوت صدر بالبرايم اختربت. هن مش فاهمين وانا قلت له كمان نفس الشيء. محمد عباس قال لها غني صوت راس. لا ما انا ما عرفتي، ما في يعني مش مزبوطه حكوا مع محمد عباس ولا. بعده موضوع الجلي سبب للخلاف بين الطلاب، وهالمره بين دينا وإيهاب. اوكي، ملعقتين حليب كبار. كبار. ملعقتين صغار سكر. ومي. اوكي، اثنين كبار حليب، اثنين صغيرين سكر، اثنين صغيرين قهوة. اذا بدك واحدة ونص قهوة. خلص خليهم اثنين روحي. جاي معك. يا. لمين هو؟ لأي تاس؟ مش مجانا كده. لا حلو حلو. حلو والله العظيم حلو، عجبتني. يلا. لا مين بده يجلي اليوم؟ يوه، محدش يسأل السؤال ده. ممكن بتعصبوني انا شخصيا. مش خاصك بالموضوع، انت حتجليها. انا اللي ماسكه الجدول. ركضوا الصمان. النهارده يومك يا قلبي. ايه النهارده يومك؟ تجيب لوجو. مين اللي مقرب انت وحنان؟ النهارده يومكم. حنان جالك مكانك الاسبوع اللي فات عشان انت لسه جاي من السفر. حرام ما اعرفش حنان. اوكي، لو هتقدر تغسل معاك اغسل، لو هتقدر حد تكلم حد يغسل معاك يغسل، ما عنديش مشكله. بس النهارده الجلي يتغسل، انا بقولها. بس حد ما اغسلش لوحدي. اوكي، قول استاذن من اي حد يغسل معاك، ما عنديش مشكله. انا ما عنديش مشكله، بس النهارده الجلي يتغسل والترابيزات دي كلها تتنظف زي ما احنا بنعمل. لا يعني انا اجلي، انا عارف اجلي يا ادينا. ثواني يا خد يا ما تكتريش ادينا. انا كان عارف ما اغسلهم. اوكي، ثواني ثواني بالراحه. الكوبايات اللي هناك دي مين هيغسلها؟ حطي هدية المغسلة. أنا لمهم يعني؟ لعيب علي. أه؟ يعني أنا لمهم؟ شوفي أنت المسؤولة عن الجلي. لعيب علي لما جليت حط لي كل شيء هنا بغسله. بس لا. غيرك بيعمل كده. إحنا كلنا إذا نحن بنشيل كل شيء بنرتب كمان الكنب، وبنرتب الكراسي هنا أهو، وبنرتب الترابيزات، وبنمسحها وبنمسح الترابيزات. دابا أنا قلت لك شي عيب، قلت لك أنا عارف أنجلي. نعرف نجلي صافي، وخا نجلي بوحدي ماشي مشكل. صافي؟ هتغسل يعني؟ صافي ماشي مشكل. أوكي، ما فيش مشكلة إيهاب، وأنا ألم لك الحاجة. يلا نطاقوا. يلا جيب هد، جيب. انا على فكره انا هشيل الجدول من عندي عشان انا ماليش دعوه بجد. بجد لا هنا لا يا عم، كل واحد عايز هنا اهو بتكلم بجد. كل واحد عايز يمشي على دماغه ومزاجه. انا مالي؟ انا احرق في دمي ليه؟ انا هغسل يومي، واللي يغسل يغسل، واللي ما يغسلش ما يغسلش، ويبقى يوم الاربعاء انا مش حاطه سكر لقلي كلي. انا ومروه. ماشي، ممكن تشيل معايا الشنطه دي؟ يلا تركي تركي يا حبيبي. يبقى هاتي الشنطه معاكي يا نونو التاني عشان محتاجاها. محدش بيفكر يشيل الاكل يرميه. حاسه ان انا قاعده في حضانه اطفال والله العظيم. حاجه تقرف والله، ما حدش بيشيل اكل يا نسيم. طب ده قرف ولا مش قرف يا نسيم؟ ده بتاع بيسو على فكره. انهي؟ دول بتاع بيسو. بيسو ما شالش اكله. مشكله يا بيسو؟ ما بال بعد ما تخلصي حبيبتي الدين. قبل ما نتوقف مع تاني بريك، بذكركم بالمشاركة بمسابقة سي بي سي الأسبوعية لتربحوا أكثر من سفرة لحضور البرايم. التفاصيل على www.cbc-eg.com. بريك ومنرجع.
منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي مع جمعة الطلاب مرة جديدة ليلعبوا لعبة الصراحة، ومثل العادة اتفاجأ البعض بردة فعل أصحابهم ورأيهم بمواضيع عديدة. أنا فيال قوموا هون على الطاولة. لا 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 على الطاولة هون كلنا تعال شوي كلنا كنا بالأرض وكنا بندور شيء بالأرض. يلا قوموا قوموا جايز يلا جايز ولا طاولة بلاش 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 دينا قومي قومي يلا قوموا بدنا نشجع كلنا سوا على الشغلة أو ما حدا بيعمل شيء خلص يلا جيبوا أمينة أمينة وين أمينة تجيبها؟ تحية أمينة وين؟ أمينة قنينة 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 رفايل عيسى أنمارة شو ولا فريتيه؟ فريتيه شو علاقتك؟ شو بتسمي علاقتك أنت ودينا؟ هل هو إعجاب؟ بداية 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 شو عم تعمل؟ عم بحكي معه؟ لا أنا بس هيك إجا القلم إجا القلم هيك هول أنيس أنا ومروان يلا شو بتسمي علاقتك؟ اترك الوقت شو يعني؟ اترك الوقت يحكي أيوه أيوه كده أيوه كده شو يعني؟ لا لحظة شو يعني دينا وأنا مروان خيي هادينا شو يعني تروح بس خلص لا ما أنا أنا بقول لك خصوصي أنت إنه هي دينا وأنا مروان شو؟ ليش أهبل شو؟ لا لا أنا عم أقول لك لا أنا ما قلت له أهبل قلت لك يعني أنا دينا هي دينا وأنا مروان يعني أنت لازم تعرف إنه هي أنت ما فيك تفكر يعني شو خاصة اللي أخذتوها فكر وما فكر شو 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 جواب كتير سؤالي شو جو شو سؤال شو بتسمي علاقتك أنت ودينا مثل أي حدا مثل أي حدا بالأكاديمي دغري فجأة بيتقرب من شخص تاني يعني ما هذا كثير عم تفهم كثير فهمانين بعض لا لسبب لسبب يعني. معين يعني لسبب معين هيك يعني نفهمنا مع بعضنا بطريقه معينه بس فهمت عندك يعني الـ يعني الامور صدقه يا معي يا اختي صدقه توضحت عندها وتوضحت عندي وتفهمنا بس سؤالك هو شو الشيء اللي شفته بحنان ما شفته بغيره حنان اللي بيميزها واللي بيميزها كأنه اسمها حنان أول شيء اسمها حنان وهي حنان يعني الفائد الفائد الإحساس اللي فيها وصلت لنا خلوه يحكي خلوه يحكي خلوه يحكي صح خلوه يحكي هالفائد الإحساس الزايد عمل حالة اسمها حنان حنان هي حالة لا كلمة واحدة حنان برافو كلمة واحدة حنان حنان هذا أكورد يوم أنا الصدق واو أهم قبل ما تدخل الأكاديمي كنت متخيل أن أنت يعني لو لقيت هنا مثلا بنت ممكن تعجب بيها ولا كنت رافض الموضوع تماما أنا 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 أبري لا مش رافض أنا بتقبل كل شيء مرحبا بكل مرحبا باللي جاي عادي أنا عندي عادي مو انفتح مرحبا باللي جاي وجاي الله ودي أنا وأنيز نسيم يسأل هايدي سألتك إذا أنت لما دخلت على الأكاديمي كان عندك قبول أو رفوض أنك تفوت في علاقة جدية مع بسدت فتاة أنا سؤالي سيكون أنه هل داخل الأكاديمي بعد الأكسبتنس ديرون فترة وجودنا يعني حتى الآن في البروغرام أعجبت أو لا أعجبت بحد أو لا كثير ما بين تسال عبس انت الارض شو اللي خليك تبلش انه تحبني لانه اول فتره انت ما كنت تحبني فور كويستيون ليش بالعكس لا انت لا بس ما كانش كيمياء شو اللي هيك قال انه لا انا غلطان انه شو الشيء لا لا ما تعاملت معاكي لقيتك طيبه ولقيتك بتفكري بطريقه حلوه وفي حاجات ما يعني يمكن مش عارف يعني مش هعرف اقولها بطريقه يعني واضحه بس في حاجات شفتها فيكي تستاهل ان 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 الواحد لازم يتعامل معاكي زي ما انا بتعامل نضحك هلا وبعدين نضحك قبل السؤال وبعد السؤال عباس فيها نقول سؤال لحدا؟ يلا بروم يلا دوك 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 يا حبيبي يا حبيبي لا
حنان في حال زعلتك شي مره كثير تتخلي عن صداقتنا من سبب موقف زعل بضمن الأكاديمية؟ حسب كيف يعني كيف كان؟ لا بعتقد انه شو ممكن زعلك بالأكاديمية؟ كبك من فوق مثلا؟ ما بتزعلي بتروحي دغري لا ما بخسر صداقتنا مشان موقف يعني اكيد لا عباس اسال دين بس اسال دين أو دين اسال اي واحد ما سالتوش انا ما سالتنيش يلا اسال ما سالت انا ما سالت اختار اي واحد مش شرطه لا اختار مروان يلا ايه السؤال اللي كنت عايز تساله لي ما رضيتش ما كان في سؤال ما فكرت بشيء نفوت بخبريت حلفان هلا و... لا بص انا اقول لك على حاجه قدام الناس اللي قاعده دي ما تستخفش بذكائي انا سالتك السؤال ده وانا عمري ما هطلع كلمه من بقي الا لما اكون صح طيب ايه السؤال اللي انت كنت عايز تسالهوني وما رضيتش وحياتي لو قلت لا خلاص اوكي لا 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 ما كانش فيه لا لا ما كانش فيه بس مش هيك مش هيك حديث بينحق لا لا مش هيك مش هيك يعني مش هيك كلمه بتنكب وخلديقه وحيات اهلي وخيي واختي واختي وامي وبي ما كان في شيء براسي ولا شيء اوكي بس معلش يعني مع احترامي كل اللي انت قلته ده مش مصدقك ماشي آخر بريك بحلقة الليلة مشاهدينا وبنرجع نرجع للقسم الأخير من حلقة الليلة دينا ومروان تفاجأوا كتير من كل يلي صار وانقال بلعبة الحقيقة مروان رافائيل يعني ليه حط الضوء على فهمني علاقتك مع دينا مثلا ثواني يعني ما هي هايدي كانت قريبة من علي طب يفهمونا علاقة هايدي مع علي ثواني فهمنا علاقته مع حنان حياتي اوكي مروان مش بحب احط انا السهم على لا حد معين انا معك معك اوكي انا معك كل واحد بقى انت حبيبه قلبي انت حبيبه قلبي وعلاقه هايدي كانت مع مروان انت حبيبه قلبي وعلاقه هايدي كانت مع علي انت حبيبه قلبي ما حدا ما بيأثر ليه وين المشكله انا مش ايه مش مزعوجه بس وين المشكله اي سؤال ما بيأثر وين يعني هيدا الموضوع يعني اوكي ما يقولش انه هو اللي بيسال السؤال يا حياتي فيكي بلا وقف هبل شو صغيره اوكي شو بتسمي علاقتك انت ودينا هل هو اعجاب بدايه شو عم تعمل عم بحكي معه لا انا بس هيك اجى القلم اجى القلم هيك قول انا ومروان يلا شو بتسمي علاقتك اترك الوقت شو يعني اترك الوقت يحكي ايوه كده ما عرفت شو صار معه شو ما عرفت شو صار مع عباس وقتها اجت عليه اساله سؤال فكرت انا ما لقيت شيء براسي هلا قام اجت عليه هو بده يسالني قال لي شو كان سؤالك كان بدك تسالني اياه ايه السؤال اللي كنت عايز تساله لي ما رضيتش ما كان في سؤال ما فكرت بشيء نفوت بخبريت حلفان هلا و... لا لا يعني انا اقول لك على حاجه قدام الناس اللي قاعده دي ما تستخفش بذكائي انا سالتك السؤال ده وانا عمري ما هطلع كلمه من بقي الا لما اكون صح طيب ايه السؤال اللي انت كنت عايز تسالهوني وما رضيتش وحياتي لو قلت لا خلاص اوكي لا 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 ما كانش فيه ما كانش فيه بس مش هيك مش هيك حديث بينحق لا لا مش هيك مش انا يعني مش هيك كلمه بتنكب وخلديقه وحيات اهلي وخيي واختي واختي وامي وبي ما كان في شيء براسي ولا شيء اوكي بس معلش يعني مع احترامي كل اللي انت قلته ده مش مصدقك ماشي كل شيء بعمله بينقلب عكسه كلية يعني انا كل شيء بعمله بينقلب عكسه ببين عكسه على طول ما بعرف العالم كيف تفهمني باي طريقه يعني ما بعرف انا شو في براسه حبيبي انت لها تفهم نفسك تفهم نفسك وكفاهم حالي بك يا دينا فاهم حالي بحياتك ثواني يا مروان ثواني انت بتفهم نفسك ولا مره بتاريخ الاكاديمي من شهرين لهلا شهرين ونص لهلا ولا مره احتكينا بموضوع يعني ولا مرة عرفت وصلنا لهالموقف يمكن هو توقع ان انت كان عندك سؤال وهو هو ممكن يكون متوقع جواه كده ما بعرف اوكي هو ما يعني انت روح لوم عليه ان انت اتضايقت من طريقة كلامه احسن لان انتوا يعني
لو لومت عليها تعرفه معزته في قلبك. ايه لا ما بتعرف اذا هلا حكيته انا اذا هلا حكيته بده لا يعني اذا هلا حكيته بصير بده فيه هيحس ان في سؤال حديث ايه انه لا 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 خلاص يعني شويه كده يعني اساله كمان شويه او اقول لك انا حاجه تعمل معاه عادي يعني اكنك مش زعلان. لا 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 ما اكيد محمد وحيات الله والله لا مش ايه ما بحط انا عارفه محمد على ايه يعني ما بحط بيه ما بحطش يعني انا عارفه محمد على ايه وعارفه مروان على ايه بس ليش يعني ليش بهالطريقه. آخر أخبارنا الليلة عن مابيل يلي ما قدرت تتقبل تعليقات هادي شرارة وملاحظاته على أدائها بالبرايم. إنه البرايم تبع أنجل إنه ما كان منيح بس لفا هلا بدي إنه بلا إيفال منطقيا يعني إنه قد ما عمل منيح بالإيفال برايم ما رح ينتصر. سبب إيه سبب من ندمان بس إنه كنا بنغلط. حكينا امبارح قلت لك ما بستاهل قد ما بفكر فيها. ايه. شو ما كان. بتعرف هو الموقف كان شوي محرج. انه ايه. والطريقة اللي حكينا فيها هيدي شغلة انه تنزعج وكمان لانه على الهواء وهيك. لا اسمع. هيدي الملاحظة من اول لاخر هي الك انت مش لحدا، يعني مش لحدا يجي يقيمك من برا. بعرف. عم يحكيك هلا شو انت شو قادره تعملي عم يحكي قدام مستواك انت على المسرح رعب مخيفه هيك قدام مستواك بالغناء انت بعدك جديده بالغناء ليش لانه يعني اول تجربه لي بتكون على مسرح انا هيك بدي يكون كيف بدي يكون بدي اطلع على فوق يقبرني اطرب الدنيا كلها سوا انزل انا اخذ جديده بعدك بس بلشي تتعلمي بس بلشي تعملي فوكاليز بس بلشي تفوتي بجو الموسيقى مزبوط ريتم عندك اياه يعني كل شيء اساسي عندك اياه بيسكس عندك اياه هون يعني بتغني عندك ايقاع مرعب مخيف وما بينعطل فيك هم ابدا هو اللي على طول بينعطل هم الفنان بالايقاع اللي بيطلع برات الايقاع اعتبريه هذا ما في دينه بس انا طلعت برات الايقاع انا ما طلعت برات الايقاع امبارح بالبرايم قلت لك اياه مش ضعف مني استل شيء لك يمكن تحمست زياده ما بتعرفي غنية حقها انت فكرتيها هينه مثل اطلع اولى مش ما كانت لا غلطت وغناك مش كله مع الرقص يعني بتعتبري انه انت 50% غناك على الميكرو عادي ستاند واقف يعني يمكن بس سهره مثلا انت عم ترقصي بيرفورمانس كل الوقت ساعه بيرفورمانس فجاه يصير بعدين رقص ايه في غنيه جيتار حدك ما جيتار وبيطفوا دويا انا كثير بحبك انا كثير بحبك بدك توقف ستاند او تقعدي مثلا تغني غنيه هون شو بتعملي وفالت الغنيه لا ما بتعتنى ما في شيء وراك فهمت علي؟ بعرف خليك عندك على طول خلص اكلي كل شيء. حلقتنا لليلة خلصت مشاهدينا كسفوا تصويتكم لمابيل وأنيس لتردوا واحد منهم على الأكاديمية أنا بلاقيكم بكرة بحلقة جديدة باي باي.